مرحبا بك خلود الجاسمي في منصة فوشيا ملكة جمال تونس والعرب. مرحبا بك. عايشك، شكرا على الفرصة هذه اللي عطيتوها لي. نشكر الناس الكل ونقدم تحية مع الناس الكل يتابعوا فينا في فوشيا. اللقب متاع ملكة جمال تونس العرب إلى أي مدى فرحك؟ المدى كبير، على خاطر باش يحل لي برشا فرص في حياتي، في خدمتي، في مجال دراستي. دونك معناتها باش يكون حاجه طريق كبير على الاخر، معناتها مش باش يكون حاجه محليه، دي باش نمشيو حاجه عالميه. اللي عرفناه انه بعد المسابقه هذه عندكم مسابقه اخرى على مستوى دولي، كان تحكي لنا عليها شويه. باهي، احنا توا اللي ربحت فيها انا توا في تونس، انا معناتها من كل دوله عربيه باش تمثلها طفله. دونك انا توا نسمى معناتها توا شت في تونس باش نمشي نشارك في مصر باسم تونس، معناتها انا باش نكون مثل تونس في مصر. دونك المسابقه الكبيره، معناتها الحفله الكبيره باش تقام في تونس، ومن هذيك تتوج ملكه العرب الكل، معناتها العالم العربي الكل باش تمثلها طفله واحده. يعني انت توا اللقب نتاعك تونس العرب، لكن مازالت فما مسابقه اخرى، واللقب شنو يكون؟ العرب اكهو ولا توا احنا توا ملكه جمال العرب تونس، غاديك شويه ملكه جمال العرب اكهو، معناتها تونس باش تنحى، معناتها تونس باش تقعد، معناتها الصوره اللي طفله هذيك تونسيه. اما انا باش تولي نمثل مثلا اللي باش تربح باش تولي تمثل العالم العربي الكل. شنو هي مقومات الجمال اللي تعتمد عليها لجنه التحكيم؟ انا ديجا معناتها حكيت قبل وقلت معناتها راهو الجمال 20% اكثريه يمشيوا بالدراسه، بثقافتك، باخلاقك، بتصرفاتك مع البنات، على خاطر احنا يحطونا في حلقه مع مده 3 ايام معناتها مع بعضنا البنات، يشوفوا معناتها احنا العلاقات نتاعنا كيفاش، ما فماش حساسيات، ما فماش مشاكل. دونك هذا الكل يتحسب ويتجمع معناتها باش تخرج نتيجه، معناتها شكون باش تفوز باللقب من بعد. هل فما مقاييس دوليه تعتمدوا عليها؟ اي بطبيعه، معناتها في ملكات الجمال الكل يمشيو بمقاييس دوليه، كيك سوا في الطول، والا في ما نعرفش انا في الجسم، في الدراسه، معناتها لازم يكون عندك دراسه معناتها معينه، الاكثريه هكا معناتها نمشيو في مقاييس عالميه. بعد ما ان شاء الله، اول حاجه نحب نعرف حظوظك ان شاء الله في الربح في المسابقه. ان شاء الله يا ربي نحط 50-50، معناتها لازم ديما نحط معناتها شطر ربح وشطر خساره، باش غاديك ما ناخذ شوك في الخساره وناخذ شوك في الربح. شكون تحس هالمنافسه الاشرس يعني على المستوى الوطن العربي؟ ما عنديش فكره، خاطر عمري ما تحطيت في موقف اني انا باش نكون مع بنات، معناتها كل طفله من دوله عربيه، معناتها لاول مره باش نتحط في 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 مسابقه معناتها مع 14 دوله عربيه. دونك مازلت ما حسيتوش الاحساس هذايا بصراحه، ما نسول باش تكون منافسه قويه على الاخر. دونك هذاك هو. شنو الافاق اللي ممكن يفتحها قدامك اللقب ملكه جمال العرب؟ نتصور افاق كبيره، معناتها مش باش تكون معناتها حاجه صغيره باش تحلك. مثلا انا معناتها دومين معناتها مجال دراستي هو في الطب، ينجم يحل لي مجال كبير في الطب. مع مثلا عندي زاد اختصاص اخر في تصميم الازياء، كيف ينجم يتحل لي معناتها باب في تصميم الازياء، نجم نخدم مع اكبر مصمم الازياء في العالم العربي، نجم زاد مثلا انا تو اعلاميا زاد موجوده في التلفزه التونسيه، نجم زاد يتحل لي باب في التلفز في الوطن العربي. دونك اسمعني، معناتها موجود برشا بيبان تنجم تتحال في وجه اي واحدة، تنجم تربح بلقب ملك جمال العرب. ميدان التمثيل والسينما يستهويك ولا لا؟ لا بصراحة ماهوش من اهدافي، على خاطر ما نحسش روحي نعرف المثل، يمكن لو انا ما جربتش، اما بصراحة نحس روحي لا، بعيدة كل البعد. اعلاميا نحب في التصميم الازياء نحب، وفي الطب نحب، اما التمثيل لا. خلود الجسمي، انت تعرضت لحمله كبيره من التنمر في الفتره الماضيه هذه على السوشيال ميديا. الحمله هذه وين، شنو حبيت تقول على الناس اللي قادت الحمله هذه؟ اللي عملوا الحمله هذه راهو عملوا حاجه فارغه على الاخر، ما عندها حتى صله بملكة جمال العرب، ما عندها حتى صله بالمسابقه، ما عندها حتى صله بالتنظيم الحقيقي نتاع ملكة جمال العرب. هذه كل معناتها باش تكون غلطه في السي في نتاع اللي نظموا سنه في ملكة جمال العرب تونس، وان شاء الله ما تعاودش مره اخرى، خاطر مسابقه ملكة جمال العرب اكبر برشا من اللي صار سنه في تونس. اما الحمد لله حاجه نتجاوزوها، وتقع تونس هي معناتها من اقوى البلدان العربيه في التنظيم، وهذه باش تكون غلطه صغيره باش نتجاوزوها ان شاء الله. انت ما قلتليش شنو تحب تقول للناس اللي تنمروا عليك؟
انا نحاربهم كان بالنجاح معناتها، وحتى كنت تنمرت هاني انا ديجا واصله وهزيت لقب ملك جمال العرب، ومعناتها اوكي تنمرت راه هذاك كل ما مسنيش في شخصي، هذاك كل ما مسنيش في 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 ثقتي في نفسي، ما مسنيش في اني اوكي فبرشا عبيد يقول كان نقولوا هكاك لعل الطفله هذيك ما عادش باش تمشي تشارك في مصر والا مش باش تعتزل معناتها اونتر بارونتيز. دونك راه هذاك كل ما عندكم وين وصلتوا بيه، انا هنا موجوده وماشيه لمصر وباش نشارك في مسابقه ملك جمال العرب وباش نمثل تونس في مصر. شنو الحاجات اللي حضرت لهم توا للمسابقه الجديده ان شاء الله؟ اولا حضرت روحي نفسانيا وبدنيا كيما الناس الكل، واحده باش تسافر لازم تحضر معناتها اللباس باش يكون معناتها معناتها يزيد معناتها من صوتي غاديكا. حضرت روحي معناتها عندي شكون زاده لهي بيا في ال... في السوان في شعري وكل، نشكرها برك فوغ منزهسيس. دونك هي كانت لهي معناتها توسكي بالسوان بشعري بكل شيء باش نكون معناتها ماشي غاديكا نكون مستعده. كيف كيف اللباس وحدي صراحه معناتها لبسي وحدي نخيط وحدي كجي كوتور، دونك هذاك هو باش يكون معناتها شني محضره كهو. بالتوفيق ليك ان شاء الله خلود، وشرفتنا في فوشيا. عايشك، ميرسي بوكو.